الجراد. عسكر من باشا حاول تتفادى المعركة 20,000 مقاتل، ما توقع رجالك وشعبك بمجزرة. عسكر من باشا اطلق ضربة مدفع، جهازنا تيرد، شفنا فارس عفوة السهل على ظهر حصانه، عني لو لحنا تبيره أبيض. كثير منيح، أمين باشا طالب بوجهك، أرجوك تتفاهم معه. هيدا آخر نصيحة مني إلك قبل الخراب. هلا لازم روح، ما فيش طرف من عندك، من أبعد الروح. لك روح، روح، هاش خايف ومرعوب هيك يا سعادة العنصر. يا سعادة، قول يا بابا. شوف هذا من رجالي، دل سعادة العنصر وجماعته حلقة آدمية من خلف الداير. ليهمك؟ فضوا. يا بايك شو فيه؟ وصل عخطوطنا فارس راكب على فرسه وما يلوح بايرو قبله، بيقول انه امين باشي طالب بوجهك. مين؟ البارون شوارزنبر. لا يا باك، امين باشي اولد الاتروك. لك مثل بعضها يا شبور، اختلفت الاسامي والشخص واحد. كيف يا باك؟ عجيب سامبروك الامين باشي. شو؟ سامبروك؟ ايه سامبروك. شوارزنبرغ يا بطرس، شوارزنبرغ زامبارو. هيدا البارون شوارزنبرغ جنرال بلجيكي، طوع بالجيش العثماني وصار اسمه أمين باشا. سيكا سيكا كان نقصنا البلزيكا. لك هلا روحوا قولوا للعسكر خلي يشرف أمين باشا. أنا ناطرو. أمرك يا باك. تؤمر يا باك. يا أسعد، هيا قدامنا معركة صعبة. مش قصدون التلويح بالعلم الأبيض، قصدون يطلبوا منا الاستسلام. فرقنا رجال جمعوت جمعوت ورو الصخور مثل ما أمرت، ورجال جاهزين للقتال حسب الخطة اللي رسمتي. ابعتوا رجال ينزلوا على صغرتا يبلغوا النسوان والأطفال يخلوها بسرعة. بعتلي فضل يا بوشي. وعليك الأمان صولجان الفخر حضرة القائد المنصور. إذا كنت بتقصد معركة البوار، الانتصار ما تحقق بعد. الدجاجة لما بتتحاصر تهجم على الديب. أنت منك الدجاجة، أنت الديب. إذا اعتبرتني الديب تكون بغابتي ومعدنك. كلماتك فيها تحدي. هيدي الحقيقة يا باشا. وقت ضيق للكلام، وراي عسكر وجاي اطلب منك الاستسلام. هي مسؤولي. او خلي عسكري يفتح نهر من دم رجالك. لكن نهورة كتير عنا يا باشا وما بيخوفنا هديرة. كلمة جبل نزل دمعة. كلمة جبل نزل دمعة بنفتح لنهر. اذا اتفقنا. الحرب حرب ما بتكون اتفاق. انت ما فتحت مجال الاتفاق. بدو جنابك فتحت مجال الحوار. السلطة محملة الدشروط. استعد اسمع. اولا كتابة بيان تعتذر فيها عن معركة البوار. وافق. وافق. لاني ما حاربت دافع. ثانيا تسليم علني من رجالك اللي اشتركوا بالمعركة. وافق. وافق. شرط يتحاكموا بعدالي. ثالثا تضيع اتفاق تعرف على نفسك عالم التعاطي بالسياسي نهائيا، واي مناكفات تحصل بالشمال او كسروان وحدك المسؤول عنها بكفاله خطه البطرك وسعاده تنصر فرنسا. وافق. اكيد. ما انا تحت القانون. رابعا تسليم 40 قطعه سلاح من سلاح رجالك. فوق 40 شروال منيحه. وافق. وافق. اذا رح بلغ السلطه والصبح برد عليك خبر. ونقعد سوا نشرب قهوة تركي. أكيد من كلامك. أكيد مو جنرال البارون شوارزنبرغ. بعد إذنك. وفي كيف رضيت باك شروط؟ كيف رضيت؟ لأنهم هني ما رح يرضوا. كيف؟ يا أسعد الحسكي بالسمكي بتعلق بالزلعوم ومعتبريني الحسكي وطمعانين ببلاد سمك بلا حسن. رغم كل
بتعترض ليه؟ ما بيرضوا؟ أمر لك الرجال يبقوا واقفين على سلاحهم ومستعدين. سواد هالليلة زايد بسواد النوايا. إيدنا الباك. وفي يا جبور. املك عن ستان روس باور. اسمح لي أقدمه للرجال. بركن لعائلتك يا جبور. عائلتي فخري. دمي عزك. شايفك كل شي مملك بهالدنيا. شايفك ولادي وبلادك. يا جبور شو بدنا نعمل اذا انقدر شبابنا نعلم ولادنا بدم نحط هالارض حتى ما يربوا غربان يفتشوا عن مصالحهم بزبالة الارض. سمعين اصوات اخوات الخارج. قرروا المعركة. هالاصوات عم تقرب اكثر. شو قراري؟ انضموا للرجال وانا جاي. لعيونك يا باك. وعينيك يا باي. صحيت وياك يا باك. هجموا مثل ما اتفقنا الرجال مجموعات ثلاثة ثلاثة. سنتفادى عدد الكبير والرب معنا. الرب معنا. الرب معنا. انفجار مدفع كبير. بطرسوني فجأة مع مدفعه انفجر. بعد ما شاف رفيقه جبور القتيل منعته يهجم على المدفع. قال لي ما حدا قادر يقدم دمه للباك وللبلاد اكثر منه. وركض على المدفع فجره. مثل هالجبل بعد فيه هيك رجال ما بقى ينخاف علي صار ينخاف منه. يا شباب يا شباب هون ببنشع انتصرتوا. بعدكن قادرين تكملوا المعركة؟ قادرين. هلا بلشت ردنا سلام ردوها حرب فلتكن الحرب. الحرب الحرب. وانا من هون رح يمرق بكل ضيعة بكل حي وكل ساحة. واللي بهم تحرير البلاد ينضم إلنا. مشوارنا لعندن على مركز المتصرفية عبيد الدين. شباب ونسوان من كل الضياع ما تنبلشوا يوصلوا. قسم حاملين سلاحون وقسم حاملين مونة. قدي صار عدد الرجال؟ بالالوف يا بي. زحف بلاد كامل. كل ما مرقنا الضيعه بجر من الحماس معنا نهر هيدر. بعدهم بيقولوا قسم كبير من هالشعب معهم وافراد قلال معنا. كل المعنى بس الخار كان مجمد لسانيته. خوف مثل فحم الحجر كل ما اختمر كل ما ولد قوة. يا اهلا بالبيت. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بنصار. اهلا وسهلا فيك يا بيت. انا عتبان عليك كثير يا نصار. قدومك على الديار شرف كبير لنا. من هيك بوصل على ديارك ما بتجي تسال. بصراحه واقع بمحنه كبيره. لا ايه ان شاء الله. شو هالمحنه؟ اجتني
دخولك على كفاية. أي بكفاية صارت ضيعة تركية. أعوذ بالله الثاني. هذا المصر فيه ما بتقدر تمنع أي لبناني يفوت على هاي ضيعة لبنانية. تعرف يا بيك أنا موظف ومحكوم. قلتلك موظف ومحكوم يا نصار. فإذا روح بلغ المتصرفية وإلا شاب حكم عليا هي تطهر من كل لبنان. يا بيك يا بيك في خطر عليك وعرجالك. هي خطر بده يوقف بوجه نهر هالشعب الهادر. مات وصلوا من ناحية السروال عسكر أمين مات حمل هالدار دوبان. يا مات شو في جديد؟ عسكر أمين موشي عم يقوصوا علينا من مدافع مصاب بقلب كسروان. صدقني انت بتعرف انت يبعزك وبشتغل فيه. ايه بارك بارك كثير منيح يا نصار، لكن هالنصيحة ما بتقدر تجبرني وقف زحفي. عم يقوصوا من ظهرني. طبعا هيجبرونا ندافع ونوقف مسيرتنا. الفوصل بيننا وبينهم ودي بوزير. يا شيخ اسعد رح اترك 1000 رجال بامرتك هون على كتف الوادي تتقاومن ونحن مكملين طريقنا. هيك بنتشتت. المهم ما تتشتت وحدتنا. لو بلغوا رجال يجمعوا صفوفهم يستعدوا للزحف. بعد الدربين جهز احصان العنزاوي مثل غيظن. وصل المطران يوحنا ومعه ممثل عن المتصرف دهود باشا رئيس مجلس الاداره نعوم افندي انو وأرسلاته فرنسا وطبين وجهه كلهم وصلوا بها الحشرة. خلوني شرق أمرك يا باي. عليك الأداسة. وعليك العافية يا باي. كلفني غبطة البطرك أقصدك بسرعة وبلغك إرادته لآخر مرة. شو هي إرادة غبطه لآخر مرة؟ اتوقف زحفك تحت سلطة الطاعة. لا يا سيدنا، زحفي ما رح يوقف قبل تنفيذ الشروط اللي سلمتها لسعادة القصر. فرنسا وافقت على الشروط. هذا حكي. وجلالة الإمبراطور نابليون الثالث بيعرض عليك ضيافته. أنا هلأ عم بحكيك باسمه. ومين بيضمن التنفيذ؟ غبطة البطرك. وجلالة الإمبراطور نابليون الثالث. وأنا بالنيابة عن داود باشا ببلغك انه رح يخلي سبيل كل الموقوفين وبيأكد لك احترامه لكل اهالي الجبل وحمايتهم وحماية املاكهم. الخير صاروا جاهزين للزحف. خليهم يجتمعوا بدي احكي معهم كلمة. يا جد يا جد مطلوب مني سافر. لا ما تسافر ما تسافر ما تسافر. انت اللي علمتنا ما نركع. يا زوفا شوف بوجهك نقاوة امات بلادي وحنان زهر وديانها. انت اللي علمتنا عم بوين كلمة لا. يا بقى الطريق انفتحت قدامنا عم بتزيد. ليه تفوت الفرصة؟ التاريخ ما عم يقبلوا فتوحات ولا احتلالات ولا بطولات. نحن هدفنا حريتنا وكرامتنا على ارض. عرضنا شروط وافقوا عليها. وافقوا اولا على تحديد موعد قريب للاستقلال. وافقوا على تحديد الميري واحترام العدالة. وافقوا على إخلاء سبيل الموقوفين وضمان الأرض والإنسان. كل هالأشياء من عيشة وأنت معنا. كل هالأشياء اتركها معكم. البلاد مش يوسف كرم. البلاد
إذا كان سفري ثمن اللي رح نحصل عليه، وإذا كان لابد من فضحي فلضحي أنا فيعيش لبنان. يا ربي كل ما اعتمدك بعدلك خلت مني الضنا وبعرف بعدلك بس كرامت دموعي بعدلك لا تحرم ألف على الغياب Yeah.